طيب نروح بقى لحساب النادي الأهلي واللقطة التاريخية اللي كانت حديث كل الناس في السوشيال ميديا. النادي الأهلي من خلال حسابه الرسمي على تويتر نشر نصف كوكب الأرض في أمان. لو عندك وسط ملعب مدافع في كانتي وأليو ديانج انت قفلتها بالضبة والمفتاح، خلاص مفيش فرصة ان حد يعدي. امبارح كانتي يمكن كان في لقطة مهمة جدا مع بيتسو موسيماني، ويمكن الكلام ده على عهدة بيتسو موسيماني، قالها امبارح في حسابه الرسمي على تويتر، وقال ان كانتي قال له انا عايز اتكلم مع أليو ديانج واقابل أليو ديانج، فعلى طول نده له أليو ديانج ووقفوا اتكلموا مع بعض، وكانتي اهدى التيشيرت بتاعه لأليو ديانج. لقاء عظيم جدا، وده يدل على شيء بيدل على قيمة ومكانة الأهلي ولاعبيه وأجهزته الفنية.